كتب الله سبحانه وتعالى أنا وقت تقدر تلعب مع جميع أطفالك. الهدايا زادت اخواني اخواتي، عندنا باور بانك، عندنا حقائب جميل حق السوارات، وعندنا بقدم مكان شبيبتي بقدم مكانك لما ناديتك. لعبتها سهله وايد وايد هذه، زين تعتمد على التركيز. احنا قلنا في البدايه اذا ركزنا مع شاهين يفوزون، واللي يركز على اهله طاعت والدين الله يوفقه صح، واللي يركز بالمدرسه ينجح صح، واللي يركز مع شاهين يربح صح، اللي يركز مع شاهين شنو؟ اكيد بتركزون معاي؟ تعالي انت وتعالي انت وتعالي انت وتعالي انت الكبيره، وانت الكبيره اللي قاعد تاكل بطاطا. وقلت لك حق صديقتها ما تبغى معها. تعالي معي. وصبيان لابس اسود تعال حبيبي. تعال معي. انت لابسه بنفسجي؟ مو شايفك. وين انت اللي لابسه بنفسجي تشارك؟ انزين يلا. لعبتها سهله. انت معانا حبيبتي؟ بس خلاص سيبي بس يلعبون معاي بعد المسافة وبرتب لعبة ثانية لكم، لعبة ثانية تناسبكم تناسبكم، لعبة ثانية تناسبكم عشان تفوزين علي. يا نرجع ورا يا الحين بكم تركزون على كلامي وعلى طريقة اللعب اوكي، واذا ما ركزت عدل ما نخسر، ما حد يخسر. انت قاعد تحاول، انت شجاع، انت وقفت على المسرح واجهت الناس، هي القوة. بدل هالسوق يد اليمين قدام، إذا اليمين قدام، إذا اليسار هذه ورا ما بيها، شوفها كذي ما بيها اوكي. الان اقول لكم ايدك، حرك ايدك، حرك ايدك، رجلك حرك رجلك او ريلك حركها. ليش تحرك ايدك؟ ايدك رجلك، شو سويت انا؟ شلت ايدي خلاص، انا شلت ايدي بس رجلك ما تسوي كذي. راسك قرقر وايد، حرك راسك. لسانك طلع لسانك اوكي، طلع لسانك. اطفال احنا ما نقصد نعيب على احد صح، هي اللعبه تقول اعطيك الامر تنفذ بسرعه، تسمع تنفذ. ايدك رجلك راسك.